في بعض الأحيان قد يصل النقاش ما بين الأزواج إلى العند. مرحلة العند دي مرحلة صعبة جداً، لأنه ده بيؤدي لأن صوتهم بيعلى على بعض، فبيؤدي في النهاية إلى مشكلة أسرية قد يكون سببها بسيط جداً، لكن الفكرة دخل فيها العند فصوتنا عالي فالموضوع كبر. البعض بيقدر يحتوي هذا النوع من المشاكل، في بعض الناس بتتنازل، لكن إزاي أقدر أتنازل أو لحد فين أقدر أتنازل؟ وفي بعض الناس بتستجيب للمناقشة، يعني نقعد نتكلم مع بعض، أنت بتعندي، لا أنت اللي بتعند، فنقدر نتكلم مع بعض في بعض الأوقات. والله هو الكلام ده اللي بيجيب المشاكل، عارف انت لو كل واحد في حاله ما نتكلمش احنا اسفين جدا الموضوع هيتقفل والله والموضوع هيبقى نقفل باب الخلاف. ازاي اتعامل مع شريك الحياه العنيد؟ ازاي اتعامل مع الصوت العالي؟ ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا النهارده مع ضيفتنا في الاستوديو داليا كمال، استشاري العلاقات الاسريه. منورانا، اهلا وسهلا وصباح الفل عليك. صباح الخير عليك. لازم زي ما شاذلي بيقول نقعد نتكلم ونعمل مجهود ونتكلم، فكل واحد يتشبث برأيه أكتر فنتعصب أكتر فالصوت يعلى أكتر، ولا وقت ما تحصل مشكلة نعتزل بعض ونهدى كده علشان ما نزودش الأمور؟ لما تحصل مشكلة أكيد إحنا لازم نقعد نتكلم ويبقى نقعد على طاولة المفاوضات، يعني لازم إن إحنا خلاص هو عنده رأي وهي عندها رأي، نقعد ونحاول نوصل لحل في النص. اكيد ده مهم. امتى بنعتزل او امتى بنحاول ان احنا نفك الاطراف اما الموضوع يوصل لمشكله؟ يعني خلاص احنا مش لاقيين حلول وسط وكل واحد معتد برايه، فطب خلينا نهدى ونرجع نفكر، او نبقى في مثلا صوت عالي او يبقى في مشكله بدات تحصل او بدانا ندخل حاجات قديمه. لا ساعتها لازم نوقف نعمل بوز. الحاجات القديمه دي بتبقى لطيفه قوي دي، والله بتشعل الدنيا زياده. فاحنا لازم نقف شويه وبعدين نبقى نرجع تاني نتفاهم. في شويه حاجات مهمه جدا لازم نعملها علشان نتقي ان العند يوصلنا ان احنا نقعد اسابيع وفي ناس شهور ما بيتكلموش بسبب ان كل واحد شايف ان هو اللي صح. ده ازاي؟ انا جيت دلوقتي هنا في الدايره في النص ما بيني وما بين حضرتك مثلا، وانا كتبت رقم 7، انا شايفه 7، انت شايفه كام؟ 8. ال 8. طيب شفته 8 صح؟ انت شايفه صح؟ تحلف ان هو 8؟ طبعا. وانا هحلف ان هو 7، وفي الاخر انا صح وانت صح. انا ممكن اجي اقعد جنب حضرتك واحنا الاثنين نشوف رقم 1. هو ده بالظبط اللي انا عايزه اقوله، ان احنا في الاثنين صح بس يمكن انا مش في مكانك. طب ايه رايك لو احنا لو انا قررت ان اجي ابص من عندك على الرقم، ايه ده صح، او الراجل عمل العكس جه مكانها وابتدى يفكر بطريقتها او باسبابها، لان كل واحد فينا لما بيعند على حاجه بيبقى متاكد انها صح، ده حرفيا حقيقي. فهو طب اعرف اسبابه، طب احط نفسي مكانه، ده ممكن يخلي العند يهدى كتير. يعني انا في الاخر طب ما عندها حق من وجهه نظرها وفعلا عندها حق، ما انا لو مكانها كنت فكرت كده. بس احنا ما بنعملش ده، العنيد ما بيعملش ده، انا الصح انا اللي بعمله ده وبقوله من خلال تجربتي وهو حقيقي صح، بس يمكن المكان مش مناسب، يمكن الزمن مش مناسب. يعني ساعات في قرارات كتير اللي انت بتقوله صح بس ما ينفعش حالا، يمكن قدام ينفع. والست ساعات تبقى شايفه ان لا انا ممكن اعمل ده بس مش هو دلوقتي حالا، دلوقتي حالا ممكن اعمل حاجه تانية ترضيني وهعملك اللي انت عايزه بعدين، صح؟ فاحنا ممكن مشاكل كتير قوي تتحل بشويه ذكاء مننا، ان احنا نتفاوض ونسمع بعض ونفهم بعض، بس ان احنا كمان لازم نسمع اسباب بعض. لان ساعات يبقى واحد واخد قرار مش بس عشان ده صح، عشان مر بتجربه قبل كده والتجربه دي خليته تنعكس على التجربه دي بشكل ما نتيجه خوف مثلا، ممكن يبقى في قرار لا طب ما يمكن اللي قدامي حمسني وقال لي لا وانا معاك وانا في ظهرك يلا. فلازم نسمع اسباب بعض. طب هو انا ممكن انحاز شويه للرجاله؟ طبعا. طيب حضرتك دلوقتي بتقولي ليه طبعا اديني فرصه بقى، يعني عشان انا اديله فرصته عشان انا شايف انتوا هتهجموا، انتوا كده كده في الفقره هتهجموا فطبيعي ان انا يعني احاول ان انا دافع. يعني مساله انه لما يحصل مشكله ندي لبعض فرصه نهدى، الست بشكل عام لا بتبقى عايزه فرصه تهدى لان الموضوع هيكبر في دماغها اكتر، ولو جيت كلمتها في نفس الوقت مش هتهدى. ففي الحاله دي الرجاله ممكن تعمل ايه؟ طب ما هو لازم يبقى عارف هي بتهدى ازاي. يعني انت شغلت المكنه وعصبتها على الاخر، طب احنا هنرجع ازاي؟ ممكن تكون اتعصبت من اي سبب اخر، غلطت بعيد عن المشكله يعني، فدخل الكلام بيني وبينها مثلا. طيب خلينا نقول حاجه مهمه، كبرت المشكله. ان ايه الحاجات اللي بتخلي المشكله العاديه تكبر؟
اسلوب الخناق نفسه غلط، او اسلوب الكلام دخل في حته مش مفروض ان هو يدخلها. خليني اقول لك مثلا، لو دلوقتي انا متضايقه من حاجه ورحت اتكلمت مع جوزي، او العكس هو جاي يتكلم معايا، ليه حطني في حاله دفاع عن النفس؟ يعني ليه ما يقوليش الموقف اللي حصل ده ضايقني لانه حسسني بكذا، وكنت محتاجه اهتمام اكتر، وكنت كذا وكنت كذا. انا مش في حاله دفاع عن النفس، انا فهمته انه زعل عشان كان محتاج اهتمام. غير لو انا جيت مثلا بكلم جوزي بقول له انت عمل، بص الصباع ده، بص انت دي بتخلي اللي قدامك على طول يهجم على طول. طيب احنا لو وعدنا صياغه الجمله بطريقه تانية، مش هيبقى فيه انفعال وحاله الدفاع والهجوميه اللي بتحصل دي مثلا. ده سبب من الاسباب. فتغيير شويه حاجات مع ان انا بحط نفسي مكان الاخر، مع ان انا لو لقيته اتعصب قوي طب ما اساله هو ايه اللي خلى فجاه الحوار يروح هناك، احنا ليه فجاه انت زعلتي او اتعصبتي كده. هتلاقي مثلا الموقف ده بيفكرها بموقف في الطفوله حصل، او الخناقه دي شافتها في بيتهم زمان مثلا وداست على وتر حاجه عملت لها تريجر، فانا اتعصبت وخدت فجاه موقف دفاعي ان انا امي وانت ابويا وانا لازم اخد حقي. على فكره ما احنا مش هناك، واحنا احنا ولازم ارجع الخناقه لمكانها. على فكره احنا بنختلف علشان كذا، والموضوع مش مستاهل الزعل الفلاني، احنا بنتكلم عن كذا بس وخلاص. كل اللي بتقوليه يا داليا محتاج حد من الاثنين يكون مش متعصب وهادي وعنده القدره على التفكير، لكن في بعض الاحيان بيبقى الاثنين متعصبين جدا فما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. لكن كل اللي بتقوليه ده قابل جدا للعمل، بس لازم يكون واحد فيهم لسه ماسك زمام الامور في اعصابه، ولسه عنده القدره انه يقول ثانية واحدة احنا مش في الخناقة التانية، احنا في الخناقة دي. لازم ثانية واحدة دي خناقتنا احنا، او يعني صح خلافنا اصلا، بلاش خناقة، ده خلافنا احنا مش خلاف الاخرين. صح. مش في كل الاحيان ده بيبقى متاح. طبعا اكيد في احيان بنبقى احنا الاثنين هنخرج عن شعورنا، او احنا الاثنين عصبيين جدا ومحدش فينا قادر يمتص الثاني او انه يوقف الخناقة. لازم نكون متفقين بقى على كلمة سر، وده دايما بعلمه للازواج اللي بيبقوا عندي في الاستشارات، بنتفق على كلمة سر. يعني ايه؟ يعني مثلا طيب انا شايفة ان احنا اتعصبنا زيادة، ممكن نهدى شوية، تشرب حاجة، اعمل لك حاجة تشربها، نهدى شوية ونرجع. لا لا لا، لو في خلاف دلوقتي حد قال لي كده هتعصب اكتر. انت ما انت كده، ما احنا لازم احنا الاثنين خلاص، احنا وصلنا لمرحلة ان احنا هنهجم على بعض، احنا لازم احنا الاثنين نغير المكان، نغير الوقفة، نغير نشرب حاجة، يتحرك، ندخل نفس الشنة بالظبط، نتحرك، واحد يتحرك ويرجع تاني، واحد يعني لازم احنا الاثنين نبقى متفقين. اول ما نوصل احنا الاثنين لنقطة خلاص تفاقم المشكلة، ممكن نتفق على كلمة سر، او نتفق على حاجة نعملها، نهدى شوية وبعدين نرجع نتكلم تاني. لازم نعمل ده، لازم نقفل الموضوع ونرجع نفتحه تاني دلوقتي، ما دام احنا الاثنين وصلنا للمرحلة دي وما سيطرناش على الموقف. بعد كده لما نيجي نفتحه تاني بقى، ما احنا مش هنوصل بقى من، مش هنبدا بقى من العصبيه، احنا هنبدا من واحنا هاديين، بس لازم يتقفل فورا. انا اعرف واحد نصحني نصيحه، هو كبير مش صغير، وقال لي انه من زمان اول ما اتجوز يعني كان متفق مع مراته ان هما الاثنين لما يحصل خلاف او يحصل مشكله نقعد 3 ايام بنتعامل مع بعض فورمال، 3 ايام بالظبط احنا ما بنتكلمش في الموضوع وبنتكلم مع بعض وفق المتطلبات، يعني محتاج منها حاجه، هي محتاجه مني حاجه، الاولاد محتاجين حاجه، ده بس اللي احنا بنعمله. بعد ال3 ايام بنفتح الموضوع، بيكون الموضوع شبه انتهى. ده جميل جدا ان اتفقوا. احنا مشكلتنا ان احنا لما بنيجي نتجوز ما بنتفقش على طريقه الاختلاف. لا، احنا لازم نتفق على طريقه الاختلاف، لان دي نقطه مهمه جدا وجوهريه جدا. دلوقتي انت زعلت وانا زعلت، نقعد ما نكلمش بعض بالشهور؟ هي طريقه، جابوا طريقه في النص وافقوا عليها الاثنين فاختلفوا بشكل شيك، وان المواضيع هتهدى وهنرجع نتكلم في الموضوع تاني. طبعا دي طريقه كويسه جدا، وده اللي انا كنت بقوله، ان احنا لازم نكون لو اتفقوا انهم يسمعوا كلام الزوجه على طول هيبقى اتفاق افضل ويهدي الاعصاب. طبعا لان الزوج على الحق دايما، الزوج على الحق. بالظبط. هو عموما النظام الاسري انا بشوفه من وجهه نظري السعيد، اللي هو زي النظام كده حكم البلاد بتاعت اوروبا، ان في ملك وفي رئيس وزراء. الملك هو الزوج، هو الملك، احنا موافقين، بس رئيس الوزراء هو اللي بيعمل كل حاجه وشايل كل حاجه ومنظم كل حاجه. حضرتك احنا مكانك. أيوة، بعد مع الشمتينه يعني حط البلانز العريضه، حط الخطوط العريضه للامور، ولكن
الديتيلز بتاعتنا جاي مع اللي هينفذها يعني. ايوه الديتيلز بتاعتنا واحنا اللي احنا بتوع الحاجات اليوميه، واحنا اللي عارفين الولاد عايزين ايه، واحنا اللي سامعين من الامهات والابهات التانيين مين احسن مدرسه، مين احسن مدرس، مين احسن كذا، انا بنروح نصيف فين. لما الراجل بيعمل خطوط عريضه وبيسيب التفاصيل للست، الحياه بتبقى لطيفه. امتى اللمبه الحمراء بتنور؟ ستوب، لازم نقف، في رد فلاج هنا او في يعني علامه بتقول لازم النقاش دلوقتي يقف، والا هيحصل مشاكل شديده والناس ممكن تبقى متضايقه اكتر، ومن نتيجه الصوت العالي يبقى في خدوش نفسيه عندهم قدامهم. اكيد لما نبدا نخرج عن شعورنا ونقول كلام مش المفروض انه يتقال، او ان في يبقى في تعدي بايا كان نوع التعدي ازاي نوعه يعني، لازم نقف. طبعا احنا لازم ما نكبرش الموضوع ونخرجه من نقاش على مثلا مدرسه ولا على سفريه، نطلعه لليفل اعلى ان احنا نوصل لتجريح بعض، او ان احنا نوصل لمرحله ان احنا يعني بنقول لبعض كلام ما ينفعش يتقال. يعني ساعات احنا بتبقى المشكله حاجه بس احنا اتخانقنا فغلطنا، فاحنا الغلط ده استمرينا عليه شهور ما بنكلمش بعض. طب والموضوع الاساسي ده كان ايه؟ فطبعا دي نقطه مهمه جدا. خلاص احنا وصلنا لمرحله ان احنا انا لقيت اللي قدامي مثلا هو عصبي او هيبدا يخرج عن شعوره، او هي بدات انها تخرج عن شعورها، والكلام والموضوع اتغير لحاجات قديمه. احنا برضو بنعمل برضو الحاجات دي، ان احنا نجيب من القديم ونقوم حاطين. اقصد دي غلطاتنا برضو. يعني نعترف. فاكر واحنا في اعداديه وانا لسه عارفها مثلا من 3 4 سنين، فاكر واحنا في اعداديه. ايوه الحاجات اللي هي بتزود الخناق لا نوقفها وما نعملهاش تاني. وعموما خناقه امبارح ما تاثرش على تاني يوم، ودي من الحاجات اللي احنا لازم رجاله وستات على فكره، يعني انا بشوف ستات بتعمل كده وبشوف رجاله بيعملوا كده. خناقه امبارح ما لهاش علاقه بالنهارده، النهارده احنا خلاص يوم جديد. خناقه امبارح اتقفلت ما اتقفلتش هنفتحها تاني، بس احنا عندنا في يوم جديد. النهارده يوم جديد بخناقه جديده. لا خناقه امبارح يعني خلاص احنا هنصحى الصبح عادي، هنصبح على بعض عادي، هنتكلم عادي جدا. في ملف ما اتقفلش هنفتحه تاني بعدين. في اساسيات مش هينفع ما نعملهاش، يعني احنا هنصحى الصبح كل يوم هنصبح على بعض وهنبتسم في وش بعض، الود والرحمه يفضل موجود. بالظبط. لما ربنا ذكر الجواز في القران ما جابش سيره الحب، جاب سيره الموده والرحمه. زي ما انت قلتي بالظبط، الموده هي فعل الحب، يعني التصرفات، يعني ان احنا بنسال على بعض، يعني ان احنا في سند لبعض وفي ظهر بعض. بالظبط العشره. والرحمه ان انا ابقى شايف اللي قدامي تعبان، او شايف قدامي راجع من الشغل مش قادر، ارحمه وما اطلبش منه حاجه، اساعده، ابقى سنده. حاجات كتير قوي بتخلينا الحب ماشي والحياه ماشيه، ايفن لو السبارك بتاعت الحب مش موجوده. طيب قبل الجواز في بعض الحاجات من الممكن مثلا الشخص يتغاضى عنها في مراته، وفي حاجات تانية او العكس، يعني مش بتكلم عن حاجات بعد الجواز كمان. لكن في حاجات ممكن نعديها وحاجات لا. هل موضوع العند والعصبيه ده صعب ان هو يتعدى لو اكتشفناه مثلا في فتره الخطوبه او كده؟ قبل الجواز عندنا فرصه. يعني لو الاثنين عنيدين. الاثنين عنيدين صعب. العنيد لازم يتجوز واحده مكبره دماغها. يعني ما ينفعش ان انا اختار واحده بتعند برضو. طب هنوصل لفين كده؟ محكمه الاسره. معلش احنا انت عنيد، اختار اصلا من الحد واحده هتكبر دماغها، هتعدي لي حاجات وحاجات هتقوم قايله لا فيها. انما ما اختارش حد يعند معايا، فاحنا في الاخر في طريق مسدود، يعني مش منطقي. فانا لو قبل الجواز لا طبعا، لا طبعا ما ينفعش. العند صفه سيئه جدا. العصبيه ده طريقه تفاعلي مع الحدث. بس انا بقى العصبيه دي اللي هي ايه بقى؟ العصبيه ان انا بغل في نفسي وبتعصب وكده، ولا ان انا بغلط بالالفاظ، ولا ان انا بمد ايدي عليها، ولا ان انا بكسر البيت؟ ما هو يعني ايه عصبيه؟ عصبيه انا كبني ادم عصبي مش طبيعي ان اكون غلط. دي حاجه ودي حاجه، احنا كمصريين شايفينها واحده. لا هي مش واحده. ان انا ابقى عصبي يعني معناه ان انا باخد الامور على اعصابي. يعني انا بتعصب بسرعه في حاجات صغيره بتخليني، انما مش بتخليني غلط. مش بتخليني ان انا امد ايدي. دي قصه. ممكن صوتي يعلى بس في الكلام لكن مش بغلط. طبعا طبعا الكلام اللي بيتقال لو اتسمع بصوت اخر، يعني بصوت تاني اوطى، هو في كل الاحوال مش مؤذي. الكلام مش مؤذي. التون يختلف عن اللي بيتقال، يعني الكلام ما يكونش جارح ولا حاد ولا في هجوم شخصي على ولا هجوم ولا ناقد ولا اي حاجه. دي حاجه ودي حاجه. ايه مشكله؟ انا الاحترام برضو، الود والرحمه برضو. هو طبعا الاحترام يعني الاختلاف باحترام. صح.
داليا كمال استشاري العلاقات الاسريه، احنا انبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده. شكرا لك. نورتينا.